مصر. ازيك دكتور عطيه؟ ازيك كابتن اسامه؟ ازي حضرتك؟ واهلا بيك ومتشكر جدا على اتاحه الفرصه في قناه النادي الاهلي. ما شاء الله اف سي قطاع الناشئين عامل، يعني اف سي مصر عامل في قطاع الناشئين ما شاء الله حضرتك، يعني نتائج مميزه يعني في بدايه مسابقات الناشئين وخاصه كمان في انطلاق دوري الجمهوريه. دكتور عطيه، والله الحمد لله احنا طبعا استعدينا كويس جدا يا كابتن اسامه الفتره اللي فاتت. احنا بقالنا شهرين بادئين من شهر 7، الحمد لله مجلس الاداره لما تعاملتوا معانا في من سنتين حطينا استراتيجيه للنادي ان احنا في خلال 3 سنين يكون قطاع الناشئين ده ابتدى افرز اللاعبين، يكون خط الامداد الاول للفريق الاول. الحمد لله احنا السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبليها قدرنا نكون مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، وكان على اثارها تم كسبنا بطوله منطقه الجيزه وبطوله القطاعات، والحمد لله الفريق الاول عندنا السنه دي صعد للدوري الممتاز، وبالتالي لعبنا في دوري الجمهوريه. كانت الناس متخوفه بشكل كبير جدا ان فريق طالع من الدرجه الثانيه بامكانيات شبه محدوده شويه. الحمد لله مجلس الاداره دعمنا، كان ثقه المدربين اللي عندنا والجهاز الفني والاداري الحقيقه على اعلى مستوى. ابتدينا ننتقي لعيبه بشكل كويس، عملنا فتره اهداف مميزه جدا، بنشارك في بطولتين في بطوله 99 واحنا اصحاب المركز الثاني الحمد لله لغايه دلوقتي، في بطوله 2001 برضه احنا اصحاب المركز الثاني. الحمد لله قدرنا في 2001 نلعب 6 مباريات حصلنا على 13 بونت، كسبنا الماتش الاولاني نادي الزمالك 1-0، نادي كبير وطبعا نتيجه بالنسبه لنا طبعا نتيجه كبيره. جبنا لعب نادي الاتحاد في اسكندريه كسبنا 3-0، لعبنا نادي القمطه كسبنا 4-1، لعبنا نادي الجونه كسبنا 1-0، تعادلنا مع نادي المصري الصريف في بورسعيد، اتغلبنا من نادي الانتاج الحربي، بنحتل المركز الثاني ب 13 بونت. الفريق ده بيتولاه المدير الفني الكابتن وليد جابر وكابتن محمد ممدوح وكابتن ياسين وصفي وكابتن محمد سعيد البرواني وكابتن ابراهيم امام ومعاهم الدكتور علاء خليل. الحقيقه مجموعه مميزه جدا من الاولاد، الاهم في ده كله يا كابتن اسامه ان المجموعه ديت يعني فيهم لعيبه يمكن بتلعب بطوله الجمهوريه لاول مره. لكن انا بستبشر خير بهذا الفريق، عندنا فريق 99 بيتولاه الكابتن عاطف عبد الرحمن مدير فني ومعاه الكابتن احمد بكري وكابتن مصطفى وكابتن مصطفى صلاح وكابتن مصطفى شومان وكابتن عمرو العربي وكابتن خالد كمال. كسبتوا برضه الزمالك في بدايه مشوار البطوله برضه يا دكتور عطيه. 99 برضه احنا لعبنا النادي الزمالك في المباراه الاولانيه، الحمد لله حققنا نتيجه كبيره جدا 3-1 على نادي الزمالك، لعبنا الماتش الثاني في اسكندريه مع نادي الاتحاد اتعادلنا 0-0، النهارده كسبنا نادي الجونه 2-0، الحمد لله بنحتل المركز الثاني برصيد 7 بونت ورا نادي بيراميدز، احنا بنتساوى مع النادي الاهلي في عدد النقاط، النادي الاهلي 7 بونت واحنا 7 بونت، احنا اصحاب المركز الثاني احنا الاثنين، بس طبعا هو مش معيار المركز الثاني ولا الاول، هو طبعا المعيار الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نقدر نتواصل في التحسن وفي التطور اطول فتره ممكنه، نقدر في نهايه السنه دي نمد الفريق الاول بتاعنا في 3-4 لعيبه في كل فريق، لو قدرنا ونجحنا في ان احنا نحقق الاهداف الاستراتيجيه ديت مع مصاحبه دوت بقدر الامكان ان احنا نستمر في التحسن ونستمر في النتائج دي، هيبقى قطاع الاشبال وقطاع الناشئين في نادي اف سي مصر قدر يعمل طفره في السنه الاولانيه دي في الدوري الممتاز. قدرنا السنه دي نكون يا كابتن اسامه قطاع براعم جديد، السنه اللي فاتت بدانا بفريق 2007، السنه دي عملنا 2007 و2008 ودمجنا معاهم 2009، الحمد لله. طبعا عايز اقول لحضرتك انا بس في حاجه استوقفتنا يا دكتور عطيه وانت بتتكلم، التخطيط ما بداش السنه دي، التخطيط بدا من السنه اللي فاتت ونادي اف سي مصر كان موجود في القسم الثاني، فانتوا بداتوا كمان تخططوا لقطاع الناشئين علشان يبدا الدعم للفريق الاول. بالظبط. هو كابتن اسامه احنا الحقيقه الحمد لله بنام عند استقرار اداري، عندنا مجلس اداره ناس متفهمه جدا، يعني بتاعي تماما ما بتعمله ايه، ما بتشتغلش بطريقه عشوائيه. انا تعاقدوا معايا بالظبط من سنتين، احنا بقالنا سنتين بنشتغل في قطاع الناشئين، قدرنا بننتقي بنلف مصر كلها عشان ننتقي افضل المواهب، حطينا تجارب النادي الاهلي وتجارب نادي انبي والزمالك والمقاولين والانديه الكبيره اللي سبقتنا في قطاعات الناشئين حاطينها قدامنا بنحاول نستفاد منها، بنلم اللعيبه المميزه جدا اللي بتقع احيانا من اللعيبه من الانديه ديت، بنبص في القطاعات الاكبر في ربوع مصر كلها من الصعيد ومن الوجه البحري ووجه ابلي ومن خط القناه
بنلم المواهب ديت، بنحط برامج تدريبيه مميزه جدا، بننتقي مدربين على اعلى مستوى، بنعمل ورش عمل للمدربين بتوعنا. لان انا لو ما عنديش مدرب كويس واداري ناجح وعندي جهاز فني مميز مش هيقدر ينقل حاجه وهينقل الرساله لقطاع الناشئين، وبالتالي هيطلع لي لعيب، مش هيطلع لعيب للفريق الاول، ولو طلع هيطلع لعيب عنده ديفوهات كتير، انا عايز اطلع لعيب متكامل الاعداد للفريق الاول. طب عايز اخدك لنقطه ثانيه يا دكتور عطيه اخيره، وان شاء الله هتبقى انت يعني قريب ضيفي في حلقه عشان نتكلم وندي مساحه اكتر عن مسابقات الناشئين كمان وعن اللوائح، وعايز اتكلم معاك في مواضيع كتير. النهارده انت بتقول لي 99 و2000 بتلعبوا، يعني 2001 دوري الجمهوريه، ليه اتسحبتوا من 2003 و2004 ما شاء الله بدل في مواهب موجوده في اف سي مصر؟ اولا نادي مصر ما بيعرفش كلمه الانتحار، مش في القاموس عندنا خالص. احنا ما عندناش اصلا فرق 2003 و4 و5 و6، يعني مش موجوده العمر السنين، لم يتم تكوينهم اصلا في تاريخ النادي. للعلم يا كابتن اسامه، نادي مصر عمره كله 9 سنوات. فطبعا لما بدانا قطاع الناشئين نلتفت اليه، مجلس الاداره التفت اليه من سنتين بالظبط، فابتدينا نعمل عدد، كنا عاملين 97 و99 و2001، ما كانش عندنا بتاع براعم. لما 97 اتلغت فتحنا قصادها 2007 و2008، فاحنا لسه في صدد استكمال بقيه القطاع في السنوات القادمه. احنا ماشيين بسياسه كيف مش بسياسه كم، كيف عشان نقدر ناكل الولد كويس، نصرف عليه كويس، نقدر ندي مرتبات كويسه، نلبسهم كويس، نوفر مناخ تدريبي جيد. لان يعني يا كابتن اسامه انت طبعا سيدي العارفين، لما يبقى عندك 10 اولاد ومش عارف تصرف عليهم ولا تعلمهم ولا تاكلهم، ما فادكش بحاجه العدد، لكن لما يبقى عندك كيف بشكل كويس جدا تقدر تصرف عليه بشكل كويس. فاحنا يعني احنا وضحنا وبعتنا خطاب لاتحاد الكوره والكابتن صلاح علي رئيس لجنه المسابقات، وفهمناه ان احنا ما عندناش الاعمار السنيه ديت، فاحنا هنكتفي بالمشاركه في فرق 99 و2001. لان دي نقطه مهمه جدا، لان احنا بنعلم الاولاد قيم، مش من ضمن القيم ان احنا ننسحب ايا كان النتائج، او اصلا ما كانش في فرق ل 2003 و4 و5 عشان نشارك بيها. يبقى كده، يبقى كده وجهه النظر و2001 يبقى كده وجهه النظر وضحت كده يا دكتور عطيه، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق، ما شاء الله النتائج مميزه، ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه كمان اللي قطاع الناشئين في اف سي مصر يتواصل او يبقى فيه استمراريه للنتائج دي ان شاء الله، وتطلع كمان يعني لعيبه لمنتخبات مصر. كل التوفيق للدكتور عطيه السيد رئيس قطاع الناشئين في اف سي مصر، ان شاء الله هيكون في ضيفنا في حلقه ان شاء الله، وهنتكلم اكتر عن كمان قطاعات الناشئين وعن المسابقات وعن دور المناطق والمدربين. زي ما اقول لحضراتكم احنا في برنامج الاشبال بنغطي كل الانديه، برضو هيكون لينا مداخله معاهم او كاميرا الاشبال تكون موجوده معاهم ايضا، قطاع الناشئين